سو اليوم معنا جورج ديب من دكتور فود على انستغرام، معروف كثير. جورج اهلا وسهلا فيك اون ذا جي كي شو، الحلقه رقم 35. بدي بلش واحد الحلقه اسالك سؤال صغير، كذا حدا كمان قال لي انه اسالك ايه. دكتور فود هي شركه او انت دكتور فود؟ دكتور فود هي انا وهي شركه، هي دكتور فود. في دكتور فود لبنان اللي هي موجود شركتنا بغزه، في دكتور فود مصر اللي هي موجوده بكايرو كابيتال سيتي، في دكتور فود السعوديه اللي هي موجوده بجده. يعني معقول حدا يتعامل مع دكتور فود بلا ما انت تبين، او انت بس بلبنان؟ 90-80% من الزباين انا ما ببين. اف طيب ما ببين 80% الزباين. والله طب انت قلت انه قاطع تقريبا بكل البوزيشنز اللي معقول حدا يقطع فيهم بالريستورنت، من ان كان مانجمنت اوبريشنز لحديد ما كنت حتى شيف. كيف عملت هذا الانتقال من انه تكون بقلب المطعم لانت تصير شخص على السوشيال ميديا عم تعمل كونتنت وعم تكون كونسلتنت لمطعم؟ يعني امتى حسيت حالك انه صرت قادر تعمل هذا الشيء؟ اوكي، هي بدايتها كانت بكرب وين شوف هذا الشيء. هذا الشيء هي بالتأسيس بيكون صح، يعني أنا أسست حالي صح، ما من ناحية العلم والجامعات، أسست خبرة إذا بدك أكثر. بلشت بكرب وين بوقت بكرب وين من 15 سنة، كانوا هم من أهم الإدارة الموجودة بلبنان لهذا الدومين. بلشت عندهم وتعلمت الإدارة عندهم، أما هم بالأكل وبالسيرفس بالأكل وبالإنتاجية وبالكميات العالم، يعني بالأوبريشن الكبيرة هم ضعاف، أما كبيزك كإدارة تتعلم الأكاديمية كثير وكل شيء. فأخذت الإدارة منهم وبلشت أشتغل. بعدين انتقلت على غير محل اشتغلت، لقيت ما في إنه اليوم شو ناس سنة هون سنتين هون. طيب لا، اكتشفت لأنه أول شغلة زبون المطعم هو زبون خايف، ما عندك ولا زبون بيروح على المطعم كل مرة على طول بحب يغير. اكتشفت انه نحن لبنان بلد 4-5 مليون، شو ما كانت الاوبريشن ما راح تاخذ على الاكسبيرينس الكبيره، لازم اطلع برات لبنان لحتى اقدر اعمل اوبريشن ل 10,000 و20 و50 و70 الف شخص. بتذكر اخر مره عملت هي الاوبريشن لجيش الاماراتي كله بشهر رمضان. فلقيت انه لا، بدك تاخذ خبره، بدك تسافر. بعدين سافرت واخذت خبره. طيب اوكي، وبعدين صرت انتقل على موضوع انه انا كل شهر كون ببلد، صرت سافر، روح افريقيا، روح اوروبا، روح امريكا اللاتينيه، روح ابرم، شوف اخذ خبره، اخذ عن الاكل. بعدين لقيت انه الحمد لله اخذت اكسبيرينس بطريقه انه انا اليوم قادر اطلع على السوشيال ميديا. ليه بتقلي اخذت قرار اطلع على السوشيال ميديا؟ هذا تحضير، هذا تحضير عمره 14 سنه، انا عارف انه عندي هذا الكاركتر، عارف انه انا قادر بمكان ما كاركتري وشخصيتي وطريقه تصرفاتي وكلامي بمكان ما، ما بدي اقول لك كل هي مساعدتني كثير اول شيء على السوشيال ميديا، وانا عارف انه هذا الشيء موجود فيه. بس انا فكرت كثير وصرت افكر كيف بدي اطلع. بعدين لقيت طلعت بلبنان، وانا اخذت قرار، وهذا انا قناعه، ما في انسان ينجح ببلده قبل ما ينجح برا لبنان. يعني اذا ما نجح ببلدك ما بتنجح برا بلدك، هذه خاصة إذا أنت عم تعيش في الدول العربية. لازم تنجح بلبنان، إذا بتطلع بالفلمين جورج رسول سوري بس وين نجح وانطلع، قزم الساهر عراقي وين نجح وانطلع هون، عرفتوا؟ كله بيطلع بنصيف زي هون، كله هون بيطلعوا من هون، بينجحوا هون وبيطلعوا برا. هذه بالنسبة للسوشيال ميديا، مش كمان الفلمين المحتوية. يعني فينا نقول انه الكونتنت تبعك هو عن جد انت، مش انه عم بتجرب تخلق كاركتر او تمثل مثل ما كذا حدا قال. هلا عندي انا 1.5 مليون متابع، في كثير 40,000 منهم بيعرفوني شخصيا وبشتغل انا وياهم بلبنان وبرا لبنان، هدول بيعرفوا هذا الشيء. اما المليون ونص الباقي ما بعرف. يعني انا عندي 1,530,000، ولا 500,000 أهل 30,000 بيعرفوني شخصيا شغلين معني بهالأوبريشن بلبنان والدول العربية، ومليون ونص من قبيل المحتوى أكيد ما بيعرفوني، في نصهم بيفكروا هيك ما بعرف. أكيد هلا في عندك نص الناس، مش نص الناس، ما عندك قسم من الناس بيحضروا الكونتنت تبعك ليتسلوا، ونص تاني يمكن ليتعلموا ليشوفوا كيف بينعمل كونتنت بالـ F&B اندستري، أو كيف واحد في يعمل ريت لمطعم،
انت اذا كنت عم تحكم على الكونتنت تبعك، شو بتعتبره؟ انترتينمنت او عم بتعلم؟ كيف خلق هذا المحتوى؟ خلق هيك. انا عطوب الحياه شو بيقولها هيك، بحب الرياكشن. انا حياتي كلها هيك، فجيت بدي اعمل هذا المحتوى قبل ما اوصلك كيف يشوفوا العالم. طلعت قلت بلبنان هو الجماعة الفيلم شو ما بحطوا كلهم، طيب طيب روح لهون، طيب يدوقوا، طيب بعدين الدول العربية كلهم هو المعروفين، قصة بن الصحف وأنا طيب أقول الصحف، أنا وليك بقى واحد أردني واحد فلسطيني، كل المشهورين اللي هم 6 7 قبل ما يكونوا نمبر 1 هلا بالفيلم. خبرك عندي. هذه حقيقة. فالأكل كله هيك رايح، عم اجى شيء اسمه دكتور فود، انا نوقفه، لا مش مضبوط اللي عم تعمله. اجى بعكس التيار، قال هذه دقيقه طيبه طيبه يا اخي، مش طيبه مش طيبه. واجى واحد خصه لهذه المصلحه، ربيان ولد فيها تربى فيها، عم يحكي الحقيقه. اما وليكي عندهم كاركتر يطلع على السوشيال ميديا واخر انه هم بياكلوا، هم يمكن صاروا ذوقين. اليوم الواحد اذا بتقول له اعمل هالشغله اول مره ثاني مره على التكرار بيتعلم، فهني مينيموم يتعلموا الذوق، اما هني زيرو نولج زيرو اكسبيرينس زيرو اوبريشن. فاجاهم واحد، لا اجاهم كاركتير سيء. ليش سيء؟ لانه انا عم بحط مطعمين قدام بعض، اذا ما كنت جد بحكي بانفعاليه وكذا. انت بتعرف انا ولا حد ضلني ما في مطعم انا انتقدته اتضايق منه او شال تليفونه بعد ضلني او انزعج مني، لانه عرف انا بحكي الحقيقه. إذا بدك خبرك أكثر، أنه في مطاعم ينتقصهم حق الدين هم زبيني هلا، وبدي خبرك أكثر من أهم المطاعم بلبنان وأهم مطاعم عربي بلبنان، دقتني ووقفت الباكج تيك أواي على مدة 10 أيام وجهز الباكج الجديد لما نزلوه، دقوا لي قالوا لي نزلها جديد جري. هلا أكيد ما فينا ننكر عندك انفلونس كثير كبير، إذا إن كان على المطاعم أو إن كان على الناس، بس ما بتحس في شوية نيجاتيفيتي يمكن الكومنتس اللي بتجيك، حتى ايام الكلمات اللي بيوصفوك فيها، انه الطريقه اللي بتعمل كونتنت فيها، الطريقه اللي بتاكل فيها، هاي يمكن لانه كتير صادق، لانه ما بتكذب، لانه ما بتمثل، بس ما بتحس انه ايام هيدا الشيء بضر؟ ولا لهلا ما صارت معك او ما بترد حتى؟ لكن هاي المي ماشي هيك، واذا اجى واحد بعكس المي شو بيصير فيه؟ لما تضرب في المي بتعوره. مزبوط مزبوط، بس ما بتقتله. صح، هذا اللي عم بيصير معي. صح. طيب وفي ناس عم بيقارنوك لك شالي كمان. ايه قلي تفضل. لا قلي قبل. بدي قلك شالي، قلتلك الحقيقة بترجع. واليوم رئيس الوزراء البريطاني كان يوعى كل يوم الصبح يعيط له لمدير مكتب ويقول لي جيب لي هذا يا يحط الجريدة قدام، ما عم تنفذ مشاريع، انت واحد ياخذ جريدة كبك، يقول له شو معنى الوضع سيء، قال له انت محسك ولا روح حاشي. هو يقعد يشرف الجن اخر مطير. يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم قال له جيب لي الوزراء بيعمل هذا حكمنا كذا هيك مسكه وجن كله سوا. انا طالع قال له شو بك؟ قال له كل العالم حكي عني بالمنيح. طب ايه شيء منيح يا معلم؟ قال له هذا شيء سيء، يعني انت عم تموت. اوف. مال جيت ماي بوينت انا؟ شو؟ ايه مان. ايه فهمت النقطة شو قصدي؟ ايه لا فهمت عليك. بس بدي اسألك انه في فانا بقعد يوم الصبح بقول له لا. ايه قطش شوي جورج، إذا بدك عيد آخر نقطة. فأنا اثنين يوم الصبح بوعى بدقلة لديانا بدقلة فين كلنا، شوفي عندي كومنتات سيئة كذا بأرجوني، شوفي كومنتات هي لازم من الشغلة لأي بأرجوني يا بأني يلا كمان. يعني ما بيهمك؟ ليك بدي فوتك هلا دقيقة شوي، رأي العالم كثير بيهمه، بس بدي أقول لك شغلة، فوت على كل الكومنتات اللي عندي من وقت ما صحت أنا قلي من واحد مية على السوشيال ميديا، من واحد مية لهلا اعطيني كومنت أنا عن جد استفدت منه، أو كومنت قال لي لازم تعمل هيك جوز انتبه، او كومنت لازم انطلق منه بمكان ما عدل، اعطيني واحد بس واحد، لانه اني بيعرفوا انه انا كل شيء عم بحكي صح.
ايه بس في ناس بدها تجرب انه تقول انه لا وغلط وهيك ومدري شو، مثل ما انت قلت، لانه يمكن الحقيقه بتوجع. بس جورج، في ناس حاطك يا غدا. لا لا قل لي قل لي راح اعطيك اياها من الاخر. خيي صراحه انت اليوم بدك تطلع فايرل على تيك توك او على انستغرام، بدك تطلع بدك تطلع فايرل صراحه. خيي في واحد عم يعمل مثلي، بعثوا لي الفيديو تبعونه مش من مكان، فتت لشوف قال هذا الفيديو عني اويل دكتور فود صار ياخذ له قرشين ليحكي للناس على المطاعم، وحطت لي صورتي فن. شو يعني؟ يعني بجرب يجيب فيوز على من ورا اسمك. هلا ليك ما فينا ننكر انه تقريبا الكل بيعرفك ان كان بيحبك ولا ما بيحبك، بس بتحس انه صح انه في ناس، في كذا حدا قال لي انه ايام جورج بجرب يقلد ويكون مثل جوردن رمزي بس على عربي. رحمة بي وحياة النهار، ما كنت بعرفه قبل السوشيال ميديا لانه ما عندي وقت بشتغل مثل الحمار، بس احنا بالله ما عندي وقت اكل حمار. لا بحياتي سامع فيه جوردن رامزي، والله انا امبارح تعرفت عليه بالسوشيال ميديا وانا ما كنت على السوشيال ميديا. يعني انا اكثر زلمه منزل صوره كل 3-4 سنين مره. انا ماني على السوشيال ميديا، انا عم اشتغل خيي، فاتح انا شركتي هون، فما بطلع فيها السوشيال ميديا، بطلع فاتح شغلي. اكيد اكيد. يعني انت بتعتبر هلا في منيح ناس بيتابعوك بس ليشوفوا او ينتروك على غلطه؟ ايه بتحس هالشي بيوتر شوي وبيحط لك هيك مثل مسؤولية بالاول باول شهر مبلا؟ ايه هلا انت بتعتبر حالك لهلا غلطت شي مره ولا لا؟ اكيد غلطت، اكيد غلطت. ايه طيب، وشو فيك تنصح حدا حابب يعمل كونتنت خاصه بالاف ان بي اندستري بالفود، كيف يبلش؟ بده يجي لعندي يدفع حق الاستشاره $250 بقلبي. عم قال له انا محتوى كثير قوي صراحه. اذا حدا عادي، شخص عادي بده يعمل فود بلوج هيك، اذا بده مثلا يتعلم كيف، على اي اسس بيعمل ريت لمطعم، على اي اسس بيقرر اذا هالمطعم منيح ولا لا، غير انه بس طعمه الاكل، على شو فينا نطلع مثلا؟ اول شغله قبل ما يفتح المحتوى يروح يقعد مع 15 شخص ويخبرهم خبريه، اذا 15 سمعوه ينطلق، اذا 15 ما سمعوه يعني هو ما حدا بحب على السوشيال ميديا. اهم شيء انت وقت تحكي يكون في عالم عم تسمع. اكيد يروح يجرب، اذا سمعوه على 15 شخص يسمعوا، ما سمعوه ما سمعوه. انا اليوم وقت كنت طعمي بابو ظبي بشركه الكيتنج، حتى انا 5000 شخص مقابلني كب بالابره بتسمع على المطعم. يعني انا مش بالقوه، بس لانه انا يمكن طريقه كلامي او كاركتيري بخلي الشخص يسمعني، او شو عرفني، او الفكره عم احكيها عم تحسب فيها منطقيه عم يسمع. حتى هو 15 شخص قدامه ويحكي، ولو 15 سمعوه 3-4 دقائق، انا منزل على تيك توك 10 دقائق، بتعرف شو يعني 10 دقائق الجرام؟ 10 دقائق فيديو واحد. يعني بتقعد انت بس وقت عندي بصفحه تيك توك 10 دقائق، وانا هذي عن اذاعه كبير انا وتيك توك لانه لغوها للكل، انا عن اذاعه كبير انا وهون بتبقى عندي وبقي. ايه بتحس هيك لانك شوي بتخوف الناس او بتبين له انه ما بيطلع حدا معك راس؟ لا بالمحتوى، يعني انت كشخص. انا كشخص لا، انا اقل للناس خير كل عام تخربها فيها، بس بالمحتوى انا بشوف حالي بالمحتوى، مش بشوف حالي بشكلي ولا فيه. ايه اكيد اكيد اكيد، انا غير شخص على السوشيال ميديا صراحه، انا بتعاطى بكاركتر ثاني. يعني هو السوشيال ميديا كاركتر لك؟ ايه ميمي، بس انا بالحياه الطبيعيه اللي بيعرفني ما بيعرف، حتى اصحابي اللي بيعرفوني بيقولوا لي يا خيي عم ما اسمك يا عم تعمل هيك وكذا، خلص هذا كاركتر ثاني. ايه فهمت عليك. طيب و في رولز للسوشيال ميديا لازم تمشي عليها لا تستمر. ايه اكيد اكيد اكيد، هيك ما في شك. في حدا سالني قال لي اسالك وين متعلم الطبخ وتكون شيف وباي محلات؟ ما في جامعات ومحلات بلبنان بتعلمك الطبخ. في كذا حدا سالني حابب يفوت بهيدي الاندستري، عم بيشوف انه وين معقول واحد يقدر يتعلمها.
يرجع يحضر بداية هذا الفيديو بيفهم كيف يتعلم. خبرتك يا عم اكسبيرينس تبعهم يطلع على برا يعني. خبرتك كذا بوينت. ايه ببلش من الإدارة لا يطلع على برا لا يبروم لا يسافر لا يفتح اكسبيرينس. أما أما المان مش عم أقول الجامعات عطيه خيّف كثير جامعات كثير قوية متفرهم بيه هون بالتحسين إذا كثير قوية أنا ما أقول لا بس عمل لك أنا 90% من العلم ما بيعلموه طبخ لحد بيعرف يطبخ أول شيء يعني. طب إذا تقدم لك إذا تقدم لك أوفر تجي تعلم طبخ بجامعة لصف مش ضروري شهادة بكاملة تقبل ولا لا؟ صعب بقبل بس الرقم اللي بحطه صعب يطلعوا بعدين كل الجامعات؟ طيب وكيف كيف قدرت توصل كيف قدرت توصل لتسعر 2500 دولار على استشارة؟ أنا بسعر على الستوري عندي على الانستغرام على كل شير 1000 ليرة يعني مثلا مرة كنت أعمل شير لأجل الستوري هلا تقريبا صاروا 15000 مشاهدة يعني أنا عامل يوم لليمة الستوري بيكون علي 15 مليون إذا بدي ننزل لك ريل إذا كنت على ألف دولار إذا بدي ننزل لك تيك توك عندي على الانستغرام على تيك توك بتطلع 2500 دولار شرط ما يكون مبين اسم محلك وشرط ما مش ديراكت يعني أنا مرق لك اسم محلك بس مش ديراكت. إيه فهمت عليك. طب هلا آخر سؤال أنت بس تاخد زبون بس بدك تعمل كونسلتينج لمطعم تعمله ريبراندينج كل هالأخبار واعتبر سيقبيت ما رجع زبط من بعد هالريبراندينج ما وصلت للجولز اللي انت حطيتون سوا مين بيتحمل المسؤولية او بتتقسم؟ لا ما في من هذا ما بتتحمل ما عندي ولا زبون ما وصل لهدفه اكثر اعتبر اعتبر بعيد الشر اذا صارت مع مطعم انا الزبون بشوفه عندي موظف عندي صراحة يا بمشي مثل ما انا بقول له يا بخلي له مشي هيك بشوف الزبون ايه يعني شاحت انت زبونات قبل من المكتب شخص جين يشتغلوا معي طلبوا مني مقارنة لتحط مطاعم إيه؟ قالوا لي كيف حطنا بين المقارنة مش حطوا من المكتب مش حطوا بعيته لشخص بلو طلع من المكتب إيه؟ يعني هلأ المطاعم اللي انت بتقارنهم ايام انت بتقارن ما هيك مش كلهم بيكونوا حاكينك يعني انت هيك بيطلع بالك تقارن هوت واحد ما عم قلك ما عم قلك بيجي ايام عندي عالم بيقولوا لي من قرف بكبهم برا ممنوع هالمقارنة هذه ماي بيبي لأني ايه انا خصت لي ايه. طيب جورج هيدا كان البودكاست لهلا بس بدي اقول لك ثانك يو عن جد على وقتك لانه كنت هالقد صريح ما بعتقد صراحه السامعين كل الاشياء اللي قلتهم بمحل واحد و يعني حتضلك كونتروفيرشل مع الناس حتضلك هيك متناقض مع الناس هيدا الكونتنت تبعك عم ينحكى فيه ان كان بالمنيح ولا بالمش منيح بس بالنهايه بعتبر انه ما في دعايه منا منيحه طالما الناس عم تحكي عنك ايه اكيد من يوم انت اذا بتنطلي على السوشيال ميديا قبل ما تكون محضر المحتوى يعني مثل كانك عم تصب الحياه تحت محل بلا موظفين انا قال لي من واحد ماي على السوشيال ميديا قال لي سبق شو الارقام اللي احنا جذبناها اللي كان بالملايين اللي عم اياها على تيك توك ولا انت بتعرف عندي على الانستغرام عندي 61000 وزادوا شي 15000 من بعد قصه طرابلس يلي هي كان مفروض كل الناس فكرت انه حين اصلا 20000 لا اشط هو 20000 وطلع 40000 طب ليه بتعتبر هيك صار لانه احنا شعب عاطفي وين هيك قوي على الاخر بدي اروح هنا وعطيك اياها شو هي لانه هي العاطفيه على السوشيال ميديا هي اللي بتنشر لانه احنا شعب عاطفي اللي بيقعد على السوشيال ميديا بيتابع كثير هو كثير بيتاثر اللي بيحضره وبدي خبرك شغله اكثر بعد كل شيء كذب بتشوفه على التلفزيونات يعني مثلا انا وقت طلعت احد التلفزيونات بكرمال قصه بتاعت طرابلس مع احد الاشخاص طلعت مرتين اول مره مع شخص على نفس الاذاعه اول مره مع شخص وعدوني وعدوني هيك فرشوا لي الدنيا كلها قدامي جورج حتعمل هيك حيصير هيك وانا لازم اخذ لك حقك يا زلمه شو حقك وصرناي وثاني حلقه طلعت معها المذيعه كانت بتعقي بس شوف لقناعتني اجي قلت انت بصراحه انت نبيل جامد لا تمنى العالم حقهم نص ثمانيه كمان بتكذبوا على العالم فانا هون قلت يا صبي روق لا ما تكون حمار لانه هم الشعب بحبوا هيك فمشي مثلهم فانا لا ما بدي امشي مثلهم بس انا بعمل حالي في المشي
ايه كلها مواد، كلها مواد، كلها كذب بيعطوها للمشاهد يا زلمه، مش معقول. بس انا بس حتى اعمل لها تدريب شادي. اخ اكيد اكيد جورج، عن جد ثانك يو لوقتك، ويعطيك العافيه، و هوبفلي نقدر نتعرف عليك شخصيا بعدين مع الوقت اكيد. حبيبي سافر بدا اكيد، ثانك يو. No, no, no.